السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم جبت لكم هذوك واحد الرشيمه حسب جلابه او قفطان نص طو كما شفتوها في التصويره. انا حاولت هي في حقها مصايبه بالرباطي بالطاز الرباطي، وانا ندير لكم بالرسم لعشاق الرسم طابت الحال. انا حاولت ارسمها في ورقه وكررتها، ها هي نحاول نوريها لكم دابا في الكاميرا على الله تبان لكم. اي شتي وحده وكررتها، درت هنا جوج وهنا جوج. هذه بالنسبه نص الطوق، ولا بغيتوها سكرينيما. انا بدات درت الكربون وتراسيتها على الثوب، درت الكربون احمر باش يبان لكم. ها هي البنات والصباغه راه غندير الالوان. ها هي تراسيتها، درت بحال كانها قفيطر او جلابه في الطرف ديال الثوب، وانتم طابت الحال غتطبقوها على جلابه او قفطان. صافي البنات، هاللوينات هما اللي غندير لكم، ها هما هما اللي غنديرهم. بنسوات الانواع ديالهم كذلك من زيرو حتى حتى 6 7. المهم بنسوات كيختلفوا على حسب لا فورم ديال الرشم. صافي البنات، دابا ندوزو للطبق ان شاء الله. يلا هانتوما البنات، انا رشمتها، انا حاولت ندير اللوينات هنا باش ما نغلطش، رشمتهم. المهم البنات خلينا ناخذ بانسو رقيق حيت هاد لي سباس عندي صغارين بزاف. المهم تبعوا الطريقه لان ساهله بزاف، ماشي شي حاجه ضعيف غنعمر، يعني ماشي شي فيها شي مجهود. هادو اللي معلمهم انا بيستاج، غنحاول نديرهم بيستاج. وهنا البنات حاولوا، انا حاولت درت في الحقيقه ما خصنيش ندير هاد الكربون احمر، وانا باش تبان لكم نتوما الرشمه وصافي. انا كذا ايما كندير كربون في الكري باش ما كيبانش اكثر تبيض. هانتوما البنات سهله، ضروري ندرق تراساج كما كنقولها لكم. والاول هانتوما البنات، انا اللي فيها بيستاج ما غاديش نمسح البانسو، تنكمل البلاصه اللي عندي كلها فيها بيستاج وعاد ننتقل. المهم في الاول راه ما يبان لكمش الكوش الاول، باش الكثره الا كان التراساج هكا مغلوق تبيض تقدروا ترسموه تديروا في مره الكوش الاول، ومن بعد البنات ديروا الكوش الثاني حتى كتنشف شويه وعاودوا باش يبان لكم داكشي واضح. صافي هكا تبقاو غاديين، هكا غادي لكم مره نبدل اللون. اورانج، انا ندير هذا بالاورانج المربع، هذا معين المربع. ما عرفتش واش نقول لكم، وربع ما كاملش. المهم نحاول نعمره. صافي غنشونجي عاوتاني، نمسح التانسو ونشونجي لون اخر. نستعمل موف. شوف البنات انا كندير غير الراس ديال التانسو، كثر لك لي سباس صغير منحاولش نعمر التانسو بزاف. Thank you.
نفس الطريقه اللي درت هنا نعاودها هنايا وهنا وهنا في الاخرين صافي يلا. هانتوما البنات انا كملتها نفس الطريقه اللي درتها هنا درتها هنا ودرتها هنا ودرتها هنا. المهم البنات هادشي اللي كاين انا كملت رشيمه هاد راه بامكانكم ديروها حتى في الكمال او في الحاشيه ديال القب ديال الجلابه. المهم راه نفسها كتكرر. البنات الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايك وتبارطاجيو مع احباب واصحاب باش تعم الفائده. واللي اول مره كيدخل القناه يضرب الجرس باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد. الى اللقاء في فيديو ان شاء الله وفكره جديده. مع السلامه.